هو ليه البيك اب ارتست راح عملك وجهك؟ شو؟ عملتي ميك اب؟ طبعا. عن جد؟ الميك اب ارتست؟ لانه حاسه انه بدك شوية ريتاتشز. ما فيش مشكلة نعمل. تمام، يو فيل لايك يو نيد ات؟ انا ما يا جماعة على الكاميرا مبيني. لا انا بهمني بس صورتك تكون انه انا بحس حالي اوكي. انت تمام؟ اه. انا لانه بس شفتك بالصور اتفاجأت على الحقيقة. ما عرفتك. من دابا تعبانه شوي؟ لا من السفر ممكن؟ كل واحد وذوقه، يعني كل واحد والذوق تبعه. ممكن شفتيني بالصور عجبتك بس دلوقتي ما عجبتكيش، فانا ما عنديش مشكله. ما بهمني صورتك انا لانه هيك انه ما في كاين مخرج وكاين هو بيسمعونا. في حد كيش واحد كيسمعنا؟ عم تسمعونا؟ يعني المخرج راح يشوف اذا كان في اشياء ما زويناش راح يقول لنا. خلاص يلا نبلش. نبلش. سوري زعجتك يمكن. لا ما فيش مشكله. بس اكيد ما بدك رتوش ميك اب. اظن بعد شوي غادي يكون بدي. حسيتك لانه لو طولنا كثير كذا حيكون بدي. ممكن نبتدي عشان انا بحس حالي اوكي. ممكن نمشي لحاجه اخرى. ولا نخرجوا ولا نبدلوا ساعه اخرى ولا واش كاين شي واحد ولا انا مش ما قدرت حتى شي واحد. عفاك بس دقيقه، واش ممكن شي واحد يجي؟ خلاص اوكي يا جماعه، انت حضرتك مش عايزه الميك اب؟ انا مش عايزه حتى شي حاجه، بغيتي نبداو البرنامج الا كان ممكن. عفاكم، شكرا. اكيد يعني حتى المخرج عم يسالك اذا اكيد عشان تعرفي انه انا ما عم كذب عليك. طب تنشف العرب بس شوفي باش هادشي يدوز مزيان، حاولي تهضري باسلوب جيد ونهضر معك باسلوب جيد ونمشيو بخير اوكي، لانه دابا هادشي ماشي. لك عم بنصحك انا ما حكيت شي. يا لالا شكرا، انت حلوه خلاص، انا بكفيني اذا انت حلوه. صورتك قدام جمهورك بالنهايه شيء مهم، الجمهور ديالي كيعجبك كان عجبونا بحال هكا. لا سوري انا مستحيل اكمل كذا. غنطلعوا من خرجنا. بشرفك. لا سمحيلي تفضلي خلينا كل مره. انا ما يمكنليش نبقى ندوز معك هادشي في السم. حشومه ويلي ويلي، انا ما كنقدرش نتسام مع عباد الله وما ماش كتفهمينيش كنقول. يعني كتفهمينيش كنقول؟ لا صراحه انا ما كنبغيش نتسام مع الناس. السم كتعرفي شنو هو السم؟ انت بتعملي حركات سم، عينك كده وداكشي. انا ما كنعنديش معاه. هضري معايا باحترام، نهضر معاكي باحترام. والله انا محترمه، ما حكيتي لي الاحترام. خلينا نكفي الحلقه. لا ما يمكنليش نكفي الحلقه مع واحد الانسانه كتهضر معايا بهذا الاسلوب. حشومه، انا كنحترم الناس فانا كنتسنى الناس يحترموني. خلاص انا عدل الاسلوب اللي انت بدك اياه. تفضل نحكي معك بالاسلوب. هو ما كاين حتى شي واحد اللي يقدروا نهضروا. انا بغيت نخرج واحد شويه نشرب شويه الماء ونعاود نرجع عندك. واخا عندك ماي هناك؟ لا بدي اخرج بليز. ساعة متأخرة وبدنا نكفي الحلقة. خلينا نخلص الحلقة، في إنتاج وفي مصاري مدفوعة وفي هوا عم يمشي. أنا كمان جاية من معف 80. طب يعني عشاننا وعشانك. اه تحكي بأسلوب. خلص تكرم عينك. تفضل. شكرا.